عبد الله توفيق، من زمان ما شفناك، يعني افتقدنا إليك. أهلا وسهلا مستر نسيم، أنت أخ عزيز وصديق غالي ودائما قائد متميز. يعني نشكر لك هذه المبادرة الرائعة وهذه الاستضافة الجميلة. خلي يعني يكفي أن بعد انقطاع 4 سنوات كاملة عن التوست ماستر تأتيني الدعوة من أخي نسيم للانضمام لهذا النادي الجميل. إن شاء الله تكون بداية خير معكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. توست ماستر ذاكر مستعد؟ حاضرين مستعد إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء توست ماسترز والضيوف الكرام، أرحب بكم جميعا في نادي توست ماسترز للناطقين بالعربية في اجتماعه رقم 20. أنا توست ماسترز ذاكر أمين المراسم. دوري اليوم هو التأكد من تنظيم وتنسيق جميع الأنشطة في هذا الاجتماع لضمان سيره بسلاسة ونظام. توستماسترز هي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى تطوير مهارات الحديث أمام الجمهور والقيادة لدى أعضائها. تعمل توستماسترز على توفير بيئة داعمة وإيجابية لتطوير الثقة والنمو الشخصي من خلال مشاركة الأعضاء في أنشطة النادي. يسعدني أن أشارك معكم بعض الأمور التي يجب مراعاتها في الاجتماع. لطفا يرجى إغلاق الهاتف أو وضعه على الصامت. هناك 3 أمور يرجى عدم التطرق إليها: الدين، السياسة، والجنس. والآن نستقبل على المنصة رئيس النادي توست ماستر نسيم حمزة. شكرا توست ماستر ذاكر حسين على هذا الافتتاح الجميل الرائع المشجع، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، أعضاء توست ماسترز للناطقين، نادي توست ماستر للناطقين بالعربية، الضيوف والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري واعتزازي أن أقف أمامكم اليوم في هذا الاجتماع 20 لنادي توست ماسترز للناطقين بالعربية. اليوم ليس مجرد اجتماع عادي، بل هو احتفال بإنجازاتنا المشتركة وتطلعاتنا المستقبلية. في هذا اليوم نتخذ معا خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر إشراقا، نتخطى فيه التحديات ونسعى لتحقيق المزيد من النجاحات إن شاء الله. نحتفل اليوم بوصولنا إلى الاجتماع 20، وهو إنجاز يعكس التفاني والإصرار من جميع الأعضاء. خلال هذه الفترة واجهنا العديد من التحديات، بدءا من الصعوبات التقنية إلى تحديات التنسيق بين أعضاء النادي، لكن بفضل عزيمتنا القوية وروح التعاون استطعنا تجاوز كل العقبات والوصول إلى ما نحن عليه اليوم. في هذا الاجتماع نعلن عن قرار هام للغاية، رغم التحديات التي قد نواجهها قررنا أن نبدأ من الآن قررنا من الآن أن تكون اجتماعاتنا أسبوعية. سنلتقي مرتين في الشهر مساء ومرتين صباحا،
ذلك لتوفير الفرصة لجميع الأعضاء للمشاركة والحضور. نهدف من خلال هذا القرار إلى تعزيز الروابط بين الأعضاء وتوفير المزيد من الفرص للتعلم والتطوير. يجب علينا جميعا أن نستغل هذه الفرصة لتحديد أهدافنا الفردية والجماعية لهذا العام. نريد أن يكون نادينا هذا العام من الأندية الرائدة التي تسجل أكبر عدد من الإنجازات والنجاحات. لتحقيق هذا الهدف علينا وضع خطط واضحة ومدروسة والعمل بجدية على تنفيذها. في غضون أسبوع سنقوم بنشر خطتنا السنوية، وأطلب من كل عضو تحديد أهدافه الشخصية وإبلاغ نائب الرئيس للتعليم تسماسر زاكر بالأدوار التي يرغب في أخذها وتحقيقها. واحدة من أهم النقاط التي أود التأكيد عليها هي اختيار المسار المناسب لكل عضو. من المؤسف أن العديد من الأعضاء لم يختاروا مسارهم حتى الآن، وهذا يعيق تقدمهم. نظام توستماسترز كما تعرفون مصمم بشكل علمي لمساعدتنا على تحقيق أقصى استفادة من خبراتنا، لذلك أطلب من الجميع اختيار مسارهم والتسجيل مشاريعهم على موقع توستماستر الرسمي بأسرع وقت ممكن. إن انتماءنا إلى نادي توستماستر يمنحنا الفرصة للانضمام إلى مؤسسة عظيمة تمتد لأكثر من قرن من الزمان. كم الزمن؟ أكثر من قرن. هذه المؤسسة تقدم لنا أدوات وأساليب مجربة لتطوير مهاراتنا الشخصية والمهنية. فيجب علينا جميعا أن نستفيد من هذه الفرص ونسعى دائما لتطوير أنفسنا وتعلم مهارات جديدة. في هذا السياق أيضا من دواعي سروري أن أستقبل أو نستقبل في كل اجتماعنا ضيوفا جديدا أو جددا يرغبون في التعرف على إجراءات النادي وفوائده. أود أن أرحب بجميع الضيوف الحاضرين اليوم وأشجعهم على التفكير بجدية في الانضمام إلى نادينا. هنا في توستماسترز نحن نقدم بيئة تعليمية داعمة تمكن الجميع من تطوير مهاراتهم في التواصل والقيادة. نؤمن بأن كل شخص لديه القدرة على النمو والتحسن. وسنكون سعداء بوجودكم معنا كأعضاء جدد لتكونوا جزءا من قصص النجاح التي نضعها معا إن شاء الله. والآن أعتقد لدينا الكثير من الضيوف الآن الذين لم يعرفوا أنفسهم حتى الآن من البداية، فلديهم فرصة أن يعرفوا أنفسهم باختصار: الاسم والدولة والجنسية والعمل وكيف تعرفتم على نادينا. فليتفضلوا. مشكورا. قبل أن أناديكم، لأني سمعت أنكم بدأتم التعرف من البداية. نعم، أحد يريد التعرف التعريف على نفسه؟ إذا لا يريد أحد منكم سأستمر. فليرفعوا يدكم يعني إذا وعليكم السلام. تفضل، من معنا؟ صوتي واضح؟ نعم نعم تفضل. أنا محمد شكيب وهذا أخي محمد شبلي. نحن من قسم اللغة العربية وآدابها لجامعة دار الهدى الإسلامية في جنوب الهند. وتعرفنا على هذا النادي، نادي توستماسترز، من قبل أستاذنا العزيز علي بكوتيا الهدبي
حيث تعرفنا عن هذا الموضوع وهذا النادي الممنهج لتنمية اللغة العربية وتنمية اللغة العربية عبر الثقافات وعبر المشاركة بين الآخرين، بين كثير من المحاضرات بين الدول وأعضائها. نعم، قد تشرفنا بحضورنا في هذه الجلسة، وشكرا لكم. إن شاء الله سوف نستمر في هذا، وكل التهاني لكم. بارك الله فيك، نحن جدا سعداء بوجودكم معنا اليوم وتشرفنا بلقائكم. إن شاء الله سنستفيد منكم وعلمكم في اللغة العربية، وأنتم ما شاء الله طلاب اللغة العربية والدراسات الإسلامية في أغنى أو يعني أشهر جامعة في ولاية كيرلا. بارك الله فيكم. وهل يريد أحد آخر؟ أعتقد ما أرى أي واحد يرفع يده حتى يعرف نفسه، فأستمر. علوي هدوي، فضل أستاذ علوي. علوي هدوي، فضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. نحن من ولاية من الهند، استمعنا في مؤسستنا، نحن تقريبا 15 طلاب من مؤسستنا. اسم مؤسستنا قرطبة لتمييز العلم، تقع في ولاية بهار، تأسست بقيادة دكتور زبير الهدوي. جميل جميل. من تكلم معنا؟ الأخ ناصر، ما اسمك أخي الصغير؟ ما اسمك أخي الصغير؟ اسمي عاصف عالم. أهلا وسهلا عاصف، من الهند. أحسنت أحسنت، سمعنا كلامك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا شكرا. أوكي جميل. علوي هدوي، تفضل. هل تريد الكلام؟ نحن ما نسمعك، مايكوك مغلق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بخير وسعادة، أسعد الله أوقاتكم. بداية وقبل كل شيء يطيب لي ويسعدني جدا أن أتقدم بخالص الشكر وتهاني لجميع القائمين بهذا المشروع المبارك، وخصوصا الأستاذ أخي وصديقي الأستاذ نسيم حمزة وأصحاب الفضائل السيدات والسادة التوست ماسترز وجميع الحضور الكريم. الحمد لله، هذا الاجتماع الرقمي شيء طيب جدا، وإن شاء الله مثمر، يصب في نفع جميعنا بهذه اللغة العربية التي نحن منتمون إليها بكل وجه من الوجوه. فأشكر تواجدكم جميعا على هذه المنصة المباركة، وأتمنى للجميع الاستمرار على هذا الدرب الأخضر والانتفاع بهذا المشروع بكل وجه ممكن إن شاء الله. فاللغة العربية هي بحر لا يكدره كثرة الدلاء، وإن شاء الله نحن جميعا نتمنى ونود أن ننتهي من هذا المنهل. وإنما اللغة بالاحتكاك، وإنما اللغة بالاستخدام. نحن جميعا نتعلم اللغة العربية ونتقن قواعدها، ودارسون النحو والصرف والقواعد، ولكن المشكلة شو؟ المشكلة بخصوص استخدام اللغة واستعمالها في الحياة اليومية. واللغة إنما هي بالاستخدام، وإنما هي بالاحتكاك بأهل اللغة. فإن شاء الله هذه المنصة الرقمية يقرب لنا ما كان بعيدا، ويحقق لنا أحلاما ما كنا محققيه من قبل إلا بشكل لمتس. فالحمد لله شيء طيب هذا، وأشكر الأستاذ نسيم حمزة مرة ثانية، وأشكر أستاذ عبد الله وجميع الأساتذة التوست ماسترز الكرام على هذا المشروع، وأشكر حضور
إخواني الصغار، طلبة جامعة دار الهدى الإسلامي وجامعة ومؤسسة قرطبة للتميز العلمي بولاية بيهار، وإخوان كثيرين إن شاء الله في هذا الاجتماع في هذا الصباح المبارك إن شاء الله، وهذا شيء طيب جدا، ونتمنى الاستمرار على هذا الدرب وعلى هذا المشروع الطيب الخير إن شاء الله. ولا أريد إطالة الكلام، وشكرا جميعا إن شاء الله، ونحن نسير معا وإلى الأمام دوما، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، جزاك الله، بارك الله فيك، شكرا على مشاركتك الجميلة الرائعة، ونحن إن شاء الله سنستفيد من وجودك معنا في الأيام القادمة بإذن الله. والآن أعتقد الأستاذ صبيح مشرف لديه بعض الألفاظ، تفضل صبيح. السلام عليكم ورحمة الله، كلامي واضح؟ نعم. طيب، أنا أشكر جميع المشاركين في هذا الاجتماع، وأود أن أنبه على أني حاليا في المغرب، المملكة المغربية، وأنا أيضا أنتمي إلى أسرة جامعة دار الهدى الإسلامية، حيث أني تخرجت في جامعة دار الهدى الإسلامية، وأنا هدوي مثل الأستاذ أخينا علوي الهدوي. فتجمعنا اللغة العربية وأنا في المغرب، يعني في قارة أخرى وأنتم في قارة أخرى، لكن تجمعنا اللغة العربية، فهذا هو شرف عظيم لنا. وشخصيا أنا أستمتع بمثل هذه الاجتماعات والمناقشات، وقدر الوسع سأكون معكم إن شاء الله. شكرا، شكرا على مشاركتك اليوم من المغرب، بارك الله فيك، إن شاء الله ستكون لنا فرص أكثر للتفاعل مع الجميع في الخطب الارتجالية، واستفيدوا من الفرص إن شاء الله، بارك الله فيكم. ومعنا الآن الأخ سمير علي، تفضل. سمير علي، هل تريد أن تعرف نفسك؟ أعتقد أنه لا يريد، والآن إن شاء الله سنستمر. والآن دعوني أقدم لكم مقومنا العام لليوم، اسمه مصر عبد الله توفيق. الأستاذ عبد الله توفيق هو عريف متميز في توستماسترز، ومحترف ذو خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات العمليات واللوجستيات. حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة جنوب الوادي في مصر، ودبلوم تدريبي في الموارد البشرية. شغل مناصب قيادية في شركات بارزة في الإمارات. كان توستماستر عبد الله خجولاً للغاية، حتى كما قال يعني قبل قليل، حتى سن 31، لكن بفضل انضمامه لأندية توست ماسترز تحول إلى متحدث بارغ ومغرم بالخطابة. فاز ببطولة الإمارات في الخطب الفكاهية لعامي 2017 و18، وشارك في مسابقات دولية، مما جعله مصدر إلهام للعديد من الأشخاص في فنون التحدث والإلقاء. في الختام أود أن أعرف لكل عضو ساهم في نجاح هذا النادي، أنتم جميعا جزء لا يتجزأ من هذا النجاح، وأتتطلع إلى رؤية المزيد من الإنجازات في المستقبل. دعونا نعمل معا بروح الفريق، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا المشتركة. والآن يسعدني أن أرحب عريف اجتماعنا اليوم توستماستر نعيمة قاسم، التي هي إدارية وتربوية ومدربة تنمية بشرية، حاصلة على بكالوريوس لغة عربية ودبلوم تربية فنية وقيادة تربوية، ودكتورة تنمية مهنية وفخرية. سنستفيد من خبرتها الواسعة في التعليم والتدريب والإدارة، بالإضافة إلى مهارتها في مجالات التخطيط
التخطيط الاستراتيجي والكتابة والشاعرية. توست ماستر نعيمة قاسم، المنصة لك وشكرا. شكرا توست ماستر نسيم حمزة على هذا التقديم الرائع، وسأبدأ إن شاء الله وفق الموعد الساعة 10:35. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح مشرق بنوره، مبتسم بحضور كوكبة من كواكب توست ماسترز العالمي. رئيس النادي توست ماستر نسيم حمزة، أمين المراسم توست ماستر ذاكر، المقوم العام توست ماستر عبدالله توفيق، جميع الحضور والضيوف كل باسمه ولقبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم بدور عريفة الاجتماع 20 في 20 يوليو 2024 من يوم السبت، مثمنة جهودكم ووقتكم الثمين في حب الاستزادة من العلم والارتقاء في بناء الشخصية وتأدية الواجب بما أنيط لكم من أدوار ما هي إلا أنفاس الطموحين لإحياء هذا الصرح العالمي بمؤازرتكم ودعمكم ومحاولاتكم البعيدة عن اليأس والقنوط، وحبا في اللغة العربية لسان القرآن الكريم وتاج الأدباء والعلماء. وقد أسعدني اختيار رئيس النادي لموضوع القراءة بوابة المستقبل، والكتب كل نحملها بين طياتها، والجميع منا يعلم ويدرك أهمية القراءة كونها أداة من أدوات اكتشاف الذات ومعرفة الآخر. فإن كان لدينا حياة فالقراءة تضيف لنا حيوات عدة، وإن كنا نقبع بغرفتنا فالقراءة تحلق بنا أرجاء العالم. قالوا وأعجبني قولهم: إذا كنت تقرأ فقط الكتب التي يقرأها الجميع فإنك ستفكر فقط بما يفكر الجميع. وقالوا: إذا قرأت فعلياً من 40 كتاباً حقيقياً لكتاب موثوقين خلال 20 عاماً فبوسعك مواجهة العالم. أيها الإنسان، تعلم، اقرأ الكتب الهامة والقيمة، أبدع وأبتكر، ثم دع الحياة تتكفل بالباقي. وتذكر دائماً، نقرأ لنتعرف، لسنا وحدنا، وأيضاً نلتقي في اجتماعاتنا، نبدع ونقرأ أفكار بعضنا ونبتكر ردوداً تليق باجتماعنا. فالهدف سامي واللقاء منعش للفكر وملهم للمعرفة. أذكركم بأمور هامة تساهم في إنجاح لقائنا اليوم: الالتزام بالوقت، المحاولة وعدم الخجل والتردد، فكلنا في دائرة التعليم، وأن موضوع لقائنا هو القراءة بوابة المستقبل. وكلمة اليوم: ابتكر. اجتهدوا على تلوين حديثكم بذلك، متمنية لنا جميعا 2 ساعة من المعرفة تعادل 2 شهر من الزمن. والآن أدعو توست ماستر ذاكر لشرح عداد التوقيت، فليتفضل. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيب الاجتماع، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراقبة الوقت لكل المتحدثين على المسرح بشكل عام، مراقبة الوقت بشكل خاص في الأجزاء 3، وهي الخطبة المعدة وخطبة الارتجالية وخطبة التقييم. وخطبة المعدة الكسر الجمود
يعني تستغرق من 4 دقائق إلى 6 دقائق. يعني الضوء الأحمر في دقيقة الرابعة، الضوء الأصفر في دقيقة الخامسة، الضوء الأحمر في دقيقة التاسعة، ويعني 30 ثانية. يعني عطاء الخطيب 30 ثانية إضافية لإنهاء خطبته. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا أستاذ ماستر ذاكر. والآن أدعو أستاذ ماستر فيصل الموسى اللي يحدثنا عن دوره في عداد التلكؤات، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا فيصل موسى، تخصصي فارماسي، طالب لدى جامعة UMKC، موجود في كانساس سيتي ميزوري. دور اليوم هو عداد التلكؤات. سأقوم بحصر وعد الكلمات التي يقوم فيها المتحدث بالتلكؤ، مثل آ إي أو، يعني مثل هيك الكلمات. شكرا جزيلا لكم. شكرا تست ماستر فيصل الموسى. والآن أدعو المدقق اللغوي تست ماستر هبة إسماعيل لتشرح لنا دورها، فلتتفضل وتعرفنا بنفسها. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيدة جدا بحضوري معكم في الاجتماع، وهو أول مرة أحضر معكم. أنا المعلمة هبة إسماعيل، معلمة المواد العربية ورئيسة قسم رياض الأطفال في مدرسة خاصة في العين، حاصلة على بكالوريوس تربية الطفل وماجستير في مناهج العامة. دوري اليوم المدقق اللغوي على ما يتحدث به الجمهور خلال الاجتماع، واستخدام كلمة ابتكر، وهي كلمة اليوم والتي سيدور عليها الاجتماع في الخطب الارتجالية. طبعا كلمة ابتكر وهي كلمة اليوم بمعنى ابتكر الشيء، ابتدعه واخترعه. قسم الكلمة فعل، الجذر منها باء كاف راء. ميزان الكلمة افتعل، المشتقات ابتكار مبتكر مبتكر. اللزوم والتعدي فعل متعدي. التصريف لكلمة ابتكر، يبتكر فعل مضارع، ابتكر فعل أمر، ابتكر فعل ماضي مجهول، يبتكر فعل مضارع مجهول. استخدامات كلمة ابتكر، ابتكر بمعنى تكلف البكور، ابتكرت المرأة، ولدت ولدا ذكرا أول ما ولدت، ابتكر الفاكهة ونحوها، أخذ باكورتها، ابتكر الشيء بمعنى ابتدعه غير مسبوق إليه. أتمنى استخدام كلمة ابتكر خلال الخطب الارتجالية وخلال الحديث للجميع. شكرا لكم. شكرا توست ماستر هبة إسماعيل. والآن أدعو توست ماستر منى معين لتحدثنا عن دورها في مختبر الإنصات، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى معين، أنا خريجة جامعة الزرقاء مع تخصص معلم صف، والآن طالبة في جامعة اليو ام كي سي في الولايات المتحدة الأمريكية، تخصص برايمري تيتشر كانساس سيتي ميزوري. دوري اليوم في مختبر الإنصات، سأستمع إلى الجميع وأدون بعض الملاحظات الهامة حول كل واحد، ثم في نهاية الاجتماع سيكون التقويم في عملية تذكر ودقة الإنصات لدى كل واحد منكم، وشكرا. شكرا تست ماستر منى معين. والآن ننتقل إلى فقرة الخطب المعدة، ونبدأ بالخطبة الأولى. وتست ماستر أشكر كسر الجمود، فليتفضل وليشرح له المؤقت عداد المؤقت عن الزمن الذي سيستغرقه خلال خطبته.
تست ماستر أشكر معنا؟ أعتقد أنه لم يحضر حتى الآن، ممكن نبدأ بالخطبة الثانية. نعم، وحين يحضر نكمل. طيب، الخطبة الثانية كسر الجمود لتست ماستر عبد السليم، فليتفضل وليشرح له تست ماستر أذكر عن عداد التوقيت. معنا تست ماستر عبد السليم؟ معكم. تفضل. فممكن تنادين مقومه ليشرح له الغرض من الخطبة. من المقوم؟ السلام عليكم، نرمين أحمد. يعني تفضل. الخطبة اليوم هي لكسر الجمود، والهدف منها لتعريف الأعضاء بالعضو الجديد وما هي أهم قواعد الخطابة. أتمنى لخطيبنا اليوم التوفيق والنجاح بإذن الله. شكرا. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطبة واحدة. السيدة عارف الاجتماع توست ماستر نعيمة قاسم، الزملاء الأحبة والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسمي عبد السليم، الناس يقولون سليم. انا من الهند من ولاية كيرلا. اعتقد هذا المكان مشهور في الخليج خصوصا من الامارات. قبل ان ابدا خطابي اسمحوا لي أن أبدأ بخطابي بقصتي خلال دراستي. كنت أذهب إلى مدرسة سرائر الأقدام. يمكنك الانتقال ممكن 45 دقائق من مدرستي إلى منزلي. واحد يوم أنا اشتريت قطعة ثلج اسمها تشوكوبار، واحتفلت في عقيبتي. لقد أخبرته لأن يأتي الأخي الأصغر، هو الذي ينتظر لاسترجاع عند الباب المنزل الرئيسي. أخبرته أنني اشتريت شيئا مميزا لطيفا، وطلبته 3 عناق. بعد الحصول 3 عناق فتحت حقيبتي. أنا لم أستطيع رؤية أي شيء بدون واحد عصا، بدون ثلج، بدون شوكوبار. عندما التفت وراء نظرت إلى أخي الأصغر، هو يبكي مثل أي شيء. بعد انتهاء دراستي جئت للخليج إلى الولايات المتحدة العربية منذ عام 2011، وأشتغل حاليا في الإمارات أبوظبي منذ عام 2019. اليوم أنا سعيد جدا لكوني جزءا من هذا النادي معكم جميعا. اليوم هذه خطوة واحدة في رحلتي مع توست ماسترز. أتأكد هذه الرحلة تغير جدا
في حياتي. أرجو دعمكم وأتمنى لكم أن أستمر معكم في هذه الرحلة. أستمر أختتم كلامي بالقول مرة أخرى، رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إجازة سعيدة معكم جميعا. نعم، تسمع أستاذ عبد السليم إنه رحلات 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. لن تبدأ رحلتك وأنت تقف في جمود مكانك. ننتقل إلى الخطبة الثالثة. أم حضر الخطيب الأول للخطب المعتمدة؟ لا أعرف، أنا لا يظهر عندي. الخطبة التالية للتست ماستر زهرة محمود، وأدعو المقوم لها عندي تست ماستر إسلام ليحدثها. هل معنا تسمسر الإسلام غير موجودة؟ فممكن تسمسر نبيل، هو كان يعني مقوم لأشكر، فيعني نبدل الأسماء يعني. نعم ممكن نبيل. نبيل نجيب يقوم خطبة الأستاذة تسمسر زهرة محمود. أيضا كسر الجمود في مسار الجمود. نعم نفس الهدف يعني، لا يحتاج إلى التكرار. ففضلي تفضلي تست ماستر زهرة. السلام عليكم جميعا، هل باستطاعتكم سماعي بوضوح؟ سماعك ورؤيتك، تفضلي. شكرا جزيلا. أود أن أطلب من تست ماستر ذاكر أن يريني الألوان حتى أنتبه لها. نعم يعني مؤقت إن شاء الله. كسر الجمود يعني تستغرب يعني 6 دقائق. الضوء الأحمر يعني في 4 دقائق، ويعني الضوء الأصفر في 5 دقائق، والضوء الأحمر في 6 دقائق. الإضاءة لا أستطيع رؤية الإضاءة، كيف ستبدو على الشاشة؟ يعني في هذا في يعني هذا الشكل إن شاء الله. أنا أشوف إن شاء الله حسن، جزاك الله خير. ويعني كل أعطى الخطيب يعني 30 ثانية إضافية لأنهاء خطبته. شكرا جزيلا. منذ أن كنت صغيرة وأنا أبدو كروية الشكل، وكما ترون إلى اليوم لم يتحسن الحال، فلا زلت كروية الشكل. ولكن أتيت إليكم اليوم حتى أخطب لكم عن العضلات وقوتها. فماذا أعرف عن العضلات وقوتها كوني كروية؟ رئيس النادي، أعضاء توست ماستر، وجميع الضيوف الكرام، اسمي زهرة، عمري لنقل دهر، ولي في التوست ماستر ما يقارب 3 سنوات، ولكن قصتي تذهب إلى ما قبل ذلك بكثير، حيث أنني منذ أن كنت طفلة وأنا جداً خجولة. هل تعلمون أنني نميت وسط 12 من الأخوات والأخوة وغيرهم من أعضاء العائلة الممتدة؟ فلم يكن لي حاجة لأن أتواصل أو أتحدث مع أي شخص غير عائلتي الحبيبة، فكنت شديدة الخجل، لا أستطيع الكلام مع الآخرين، ولكنني كنت مكتفية. عندما كنت صغيرة
سمعت عن أهمية التمرين لنمو أي شيء، فما الذي فعلته؟ ركزت أهدافي على إنماء قدرتي على الدراسة بجد واجتهاد، وأدى هذا إلى كوني من الطلبة المتفوقين حين كنت صغيرة. ولكن في يوم ما وأنا أجلس في الصف الأخير من صفي الدراسي، طلبت مني المدرسة أن أقوم بشرح درس بطريقة غير معهودة وممتعة. هل تتخيلون ماذا يحصل لشخص خجول عندما يطلب منه أن يقف أمام العديد من الناس ويبدأ بالحديث وشرح الدرس؟ فكرت، حضرت للدرس جيدا، ولكنني كنت أحس بغليان في معدتي كلما فكرت أنني سأقف أمام الجميع وأدرسهم. فخطرت لي فكرة، لما لا أمثل؟ فعندما أمثل لن تكون أنا من تتحدث، صحيح؟ وبالفعل بدأت بالتمثيل ولاقى هذا الاستحسان من الجميع، ومن ثم مرنت عضلات التمثيل. دائما كنت عندما أضطر للوقوف أمام جمع من الناس أقول أنني أمثل، تلك ليست زهرة التي تتحدث، وأنطلق بالحديث. فعلت نفس الشيء حتى عندما بدأت بدراستي للتمريض، فكلما طلب مني أن أشرح شيئاً لمجموعة من الطلاب أو غيرهم أبدأ بالتمثيل، فكانت عضلة قوية جداً. قصتي مع الخطابة بدأت منذ 3 سنوات أو مع التوست ماستر، حيث أن صديقة لي طلبت مني أن أنضم للتوست ماستر، فقلت لها لا أحتاجها، فلدي عضلة التمثيل دائماً حاضرة، وكنت في ذلك الوقت أعمل في المستشفى محاضرة مدربة، انتقلت إلى قسم الجودة وغيرها، ولم أكن أحتاج لأن أتحدث أو لأن أنضم للتوست ماستر. قالت لي حسناً، لما لا تحضرين معنا بعض الاجتماعات؟ وبالفعل حضرت، واكتشفت أن هناك ما يدعى بالخطب الارتجالية، حيث ينقض عليك عريف الخطب الارتجالية بسؤال مباغت لم تعد له حسابا، فالآن الممثلة لن تستطيع العمل لأنها لم تتدرب. أعجبتني هذه الفقرة وشاركت بها مرارا، وكان هذا أحد أول أسباب انضمامي للتوست ماستر. كنت أظن أنني فقط سأمرن عضلة الحديث والخطابة والارتجال، ولكنني وجدت نفسي أمرن عضلة التواصل مع الآخرين، وعضلة بناء العلاقات مع الآخرين، وعضلة التركيز والانتباه والإصغاء مع كل دور أخذته. انضممت إلى ناديكم اليوم وبدأت مساري التعليمي الثاني حتى أنمي عضلة العطاء، عضلة التدريب، عضلة العمل مع فريق لم أعتد العمل معه، حيث أن نادي كان ناديا نسائيا، والآن انضممت إلى ناد ينضم إليه الجميع من شتى أنحاء العالم. شكرا جزيلا، بذلك أنهي حديثي وإليك لاقة الصوت عريفة الاجتماع هذا اليوم. شكرا لك على هذه الخطبة الرائعة والمعبرة في نفس الوقت والمؤثرة. الآن نعود لنعرف إن كان حضر الخطيب الأول أم لا. تست ماستر أشكر،